أخبار الخامسة مباشر مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. مباشرة إلى العناوين: رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يدعو إلى توسيع عضوية الدول الإفريقية وتكثيف التعاون البيني في رسالة إلى المشاركين في القمة الخامسة لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز بمالابو. الفريق أحمد جيد صالح يذكر بدور الجيش الوطني الشعبي في إبطال المخطط الدنيء الذي كان يستهدف الجزائر، ويشيد بإدراك الشعب الجزائري لخطورة مثل هذه المخططات الخبيثة وأبعادها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهورية. رفض قاطع وردود فعل وطنية ودولية قوية وتنديد واسع بالأجندات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر عبر التدخل في الشؤون الداخلية. مع تواصل الحملة الانتخابية لرئاسية 12 ديسمبر، تنديد واسع بمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ودعوات مثمنة للمسار الانتخابي ومساندة لدور المؤسسة العسكرية. أهلا بكم من جديد. بداية وفي شأن الطاقوي، وجه رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح خطابا إلى المشاركين في القمة الخامسة لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، قرأه نيابة عنه وزير الطاقة محمد عرقاب. رئيس الدولة قال في خطابه: إنني أحمل معي مشاعر الود والتقدير التي تكنها الجزائر حكومة وشعبا لجمهورية غينيا الاستوائية، كما إنني جد سعيد بالمشاركة في القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في غينيا الاستوائية، بلد صديق للجزائر، كما إننا ولأول مرة نلتقي لنجتمع على أرض إفريقيا مهد الإنسانية، قارة شاسعة شابة وحيوية، وأنا واثق من مستقبلها المشرق بفضل عبقرية شعوبها ومواردها الطبيعية، على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها من أجل التنمية والرقي الاجتماعي. إن الجزائر، يضيف رئيس الدولة، كانت دائما تحبذ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل في علاقاتها مع الدول الشقيقة الإفريقية، خاصة في مجال الطاقة. إنه مصدر فخر بالنسبة إلينا بأن العديد من الإطارات الأفارقة بما في ذلك من غينيا الاستوائية تلقوا تكوينهم في الجامعات الجزائرية، وخاصة في المعهد الجزائري للبترول والمعهد الوطني للمحروقات والمعهد الإفريقي للطاقة والمياه. رئيس الدولة أكد أن منتدى البلدان المصدرة للغاز هو اليوم منظمة حكومية دولية معروفة ومعترف بها، والآن هناك ثلاثة أهداف تستحق اهتمامنا. الهدف الأول يتمثل في ضمان توسيع نطاق منتدانا إلى بلدان أخرى، خاصة الدول الإفريقية التي هي مقبلة بأن تصبح قريبا مصدرة للغاز الطبيعي، مما سيعزز دور ومصالح البلدان المنتجة في مشهد الغاز العالمي. أما الهدف الثاني فهو استكشاف السبل والوسائل الكفيلة لضمان مكانة بارزة للغاز في ميزان الطاقة العالمي وتحسين تثمينه في الأسواق الدولية. إن الغاز الطبيعي سيكون له مستقبل مشرق، فهو طاقة متوفرة مرنة يمكن الوصول إليها، بل هو أيضا الطاقة المفضلة لحماية البيئة بالتوازي مع الطاقات المتجددة. لكن الغاز الطبيعي تواجهه اليوم العديد من التحديات، فبعض سياسات الطاقة تؤدي إلى تفضيل مصادر طاقة أقل نظافة مثل الفحم أو تعقيد وسائل التزويد، فالسوق اليوم بها فائض بوجود ضغط لتخفيض الأسعار مع ظهور فاعلين في السوق يمنحون الأولوية على المدى القصير دون الاهتمام بأمن الإمدادات على المدى البعيد. لذلك يجب على المنتدى العمل لضمان زيادة حصة الغاز الطبيعي في حصيلة الطاقة العالمية بشكل ضروري وجوهري. وعليه فإن الغاز الطبيعي يلعب دورا متميزا في العلاقات الاقتصادية الدولية، وهو ضروري للتنمية المستدامة لبلداننا.
وأما الهدف الثالث هو إنشاء وبطريقة متسارعة وفعالة وكاملة معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والذي مقره الجزائر. ولقد تبنينا، يضيف السيد رئيس الدولة، واعتمدنا هذه المبادرة ونحن مقتنعون بأن الابتكار والتحكم في التكنولوجيا يلعبان دورا استراتيجيا في صناعة الغاز. رئيس الدولة أكد أيضا أن التقدم التكنولوجي في الماضي القريب أدى إلى حدوث تحولات وتغيرات كبيرة في المشهد العالمي للطاقة، كما يتضح من تطور الغاز الصخري واكتشاف موارد غازية هامة في بعض الأحواض البحرية. فكما هو منصوص عليها في النظام الأساسي للمنتدى، فإن بلداننا ستستفيد استفادة كاملة من تعاونها في مجال البحث والتطوير التكنولوجي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات البشرية. ونحن فخورون بأن الجزائر لعبت دورا رائدا في هذه المبادرة. وختم رئيس الدولة بأن الجزائر كانت وستبقى دائما مؤيدة للحوار وتبادل الأفكار، وستدعم كل الجهود التي سيتبناها المنتدى ليصبح عنصرا فعالا له بصيرة تساهم في إعطاء المزيد من القوة لتكاملنا في أسواق الغاز من أجل تعزيز مصالحنا المشتركة. هذا وعلى هامش أشغال القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، حضر وزير الطاقة محمد عرقاب رفقة نظيره الغيني جابرييل مباغا مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونالغاز الجزائري ومجمع سونغاز في غينيا الاستوائية. أكد الفريق أحمد جيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في كلمة توجيهية ألقاها أمس أمام مستخدمي الحرس الجمهوري، أكد أن المسيرات الشعبية التي يشهدها الوطن تترجم درجة النضج والوطنية العالية لأبناء الجزائر ووعيهم بما يحك ضد بلدنا من مكائد ودسائس ومؤامرات. إن المسيرات الشعبية التي تشهدها كافة ربوع وطننا والتي وقف خلالها أبناء الشعب المخلصين صف واحد دعما للمسار الانتخابي ومساند الجيش الوطني الشعبي في موقفه ملتفين حول مقارباته لتجاوز مرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وإنما تترجم درجات النضج العالية لأبناء الجزائر ووعيهم بما يحاك ضد بلادنا من مكايد ودسائس ومؤامرات لعرقلة مسيرة الجزائر والجزائريين، كما تعكس من جانب آخر ترسخ قيم الإخلاص والوفاء لديهم وروحهم الوطنية الفياضة المعتزة بالانتماء للجزائر والتضحيات والبطولات والمبادئ الوطنية الحقة التي لن تحيد عنها أبدا مهما عظمت تحديات وتعددت الرهانات. إن هذا الموقف الذي يزيد شعبنا شموخا هو موقف راقي ونبيل يعكس أصالته ومعدنه النقي الذي يقدس الوطن، أقول الذي يقدس الوطن واستعداده لهبه أغلى ما يملك. إنه التفاف الشعب الصادق ومخلص تجلى من خلاله التلاحم والتضامن الذي تم ولن تنقطع عوراه وأوصاله مع جيشه، وأكد أيضا عظيم الولاء لتراب بلادنا الطاهر الذي ارتوى بدماء زاكية وغزيرة عبر تاريخ الجزائر حافل بالأمجاد والتضحيات. إن هذا الموقف كذلك أثبت أن هذا الشعب باقي على العهد لأسلافنا ميامين الذين بذلوا الغالي والنفيس فحرروا الأرض ودافعوا عن العرض كما يعد تكريما
لشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار، تكريم لتضحيات وصون أمانتهم بالحفاظ على سيادة بلادنا وحرمة أرضها، والتفات مع الجيش الوطني الشعب المصري الجيش التحرير الوطني وكل الوطنيين الخيرين حول المصلحة العليا للوطن. السيد الفريق جدد التذكير بالتزام وتعهد الجيش الوطني الشعبي على حماية وصون مصلحة الوطن مهما كانت الظروف والأحوال، مؤكدا على كشف وإحباط المؤامرة الدنيئة التي كانت تحك ضد الجزائر بفضل إدراك الجيش الوطني الشعبي لأبعاد هذه المخططات الخبيثة ووعي الشعب الجزائري بخطورتها. لقد سبق لي وأن حذرت في مداخلاتي السابقة أنه كان هناك مخطط يستهدف الجزائر، وقد تمكنا بعون الله من كشفه وفك خيوطه وإفشال مؤامرة التي كانت تحيكها العصابة وأعداء الجزائر بفضل إدراكنا في الجيش الوطني الشعبي لبعد هذه المخططات الخبيثة وإدراك الشعب الجزائري لخطورتها ثم إهباطها بفضل حرصنا على مصلحة الوطن التي التزمنا وتعهدنا بحمايتها والدفاع عنها مهما كانت الظروف والأحوال. في هذا الإطار فأن الموقف التاريخي للجيش الوطني الشعبي الذي وقف إلى جانب الشعب وحافظ على كيان الدولة مؤسستها وقدم حلولا موضوعية وعقلانية لتجاوز المرحلة لم يرضى أعداء الجزائر في الخارج أو أذنبهم في الداخل. هؤلاء الأعداء الذين يعلمون جيدا إن الوحدة بين الشعب والجيش وتمسكهما هي صمامة أمان بلادنا، ولهذا ترتكز مخططاتهم على محاولة ضرب أسس هذه الوحدة من خلال مغالطات وأكاذيب ثبت زيفها وبطلانها للشعب الجزائري، هذا الشعب الذي سيبقى دائما يفتخر ويعتز بجيشه الذي قدم دروسا في الولاء للوطن والوفاء للعهد الشهداء. وفي هذا الخصوص أعد التذكير مرة أخرى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي تعهدت أمام الله والوطن والتاريخ لا طموح لها، أقول لا طموح لها سوى الحفاظ على السكينة والطمأنينة الجزائريين وعلى الجزائر آمنة مستقرة وشامخة أمام كيد الأعداء المتعاضرين. ختاما أود التأكيد مرة أخرى أن الشعب الجزائري وفي هذه المرحلة الخاصة يواصل مسار تاريخي البطولي بفضل ارتباطه الوثيق بين الوطن وتلاحمه مع جيشه الوطني الشعبي سرير جيش التحرير الوطني. فبشاير تجاوز بلادنا المرحلة الراهنة تلوح في الأفق ومخططات إسقاطها فشلت، ومن يضمرون لها العقد الدفين ويتربصون شرا بشعبنا سيكون مالها الانكسار. تبعا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي للمواطنين بالمناطق النائية، مواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية، تتواصل الحملة الطبية عبر المناطق النائية بتسم سيلت وعين صالح من خلال تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل. التفاصيل مع نور دحماني. عين ساهرة على تأمين حدود الوطن، وأخرى على متانة وتعميق رابطة جيش أمة. فرق طبية مجهزة بعتاد وبمختلف المواد والأدوية الصيدلانية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، تقدم الرعاية الصحية اللازمة لسكان منطقتي أمجيد وعين الكحلة بعين صالح ضمن التكفل الأمثل بهم وبتوفير اللقاحات الخاصة بالأطفال والنساء الحوامل
كإجراءات وتدابير وقائية لتجنب بعض الأمراض المعدية، حيث تأتي هذه المبادرة لتعزيز التكفل الصحي لسكان المناطق النائية بالمنطقة، مبادرة استحسنها المواطنون والتي تندرج ضمن المهام الإنسانية والنبيلة للجيش الوطني الشعبي وقيادته الحكيمة الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم، خاصة سكان المناطق المعزولة. بولاية تسمسيلت ومواصلة للجهود المبذولة في مجال المساعدة الطبية في مختلف النواحي العسكرية، تكفل بمواطني البلديات النائية، حيث تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية ومكونة من أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية. لميتكم لخياتكم اللي راهم يطلعوا عليكم، الله يحفظهم، الله يحفظ البلاد وتتسقم إن شاء الله. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس ببرج بعريريج شخصا لمحاولته الالتحاق بالجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر عمليات متفرقة بكل من سقهراس وتبسة وطارف، أحبط عناصر حرس الحدود محاولة تهريب أزيد من 12 ألف لتر من الوقود، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بعين قزام 10 أشخاص وحجزت 4 سيارات رباعية الدفع وجهازي اتصال عبر الأقمار الاصطناعية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الحدود بكل من تلمسان وعين مناس وسقهراس 28 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة. عبر رئيس البرلمان الإفريقي روجيني نكودو في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل باسم البرلمان الإفريقي عن شجبه للائحة الصادرة عبر عن البرلمان الأوروبي حول الجزائر، واعتبرها تدخلا سافرا غير مقبول في شؤون دولة إفريقية ذات سيادة. أعرب اليوم رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عن رفضه القاطع لمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن الداخلي للجزائر باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي ليست له ولاية قانونية على الجزائر، وإن الفعل هذا تدخل سافر وغير مقبول في سيادة الدولة وشؤونها، مشيرا أنه يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومع إعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والأوروبية. رئيس البرلمان العربي أكد أن الجزائر بلد موقع على جميع المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وحريص كل الحرص على تنفيذ التزاماته بالاتفاقيات ومبادئها. السلمي طالب البرلمان الأوروبي باحترام سيادة الدولة الجزائرية ونظامها القانوني وقواعدها في تطبيق العدالة الجنائية، مؤكدا أن الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة، محييا الشعب الجزائري على وعيه وتمسكه بمطالبه بكل حضارية. هذا وعبر الأمين العام للبرلمان المتوسطي سيرجيو بيازي في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، عبر عن مساندة الاتحاد للمسار الانتخابي في الجزائر. رفض قاطع وردود فعل وطنية ودولية قوية وتنديد واسع بالأجندات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر معتبرة إياها تدخلا أجنبيا في شؤوننا الداخلية. نادية علمي. واحد رافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر، عبرت العديد من الهيئات الرسمية والمنظمات والجمعيات الوطنية عن استنكارها وتنديدها الشديدين بلائحة البرلمان الأوروبي.
رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل أكد أن الغرفة العليا للبرلمان ترفض رفضا قاطعا الأجندات الخارجية التي تفرض على بلادنا، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر، ودعا الشعب إلى إعطاء درس للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر الداخل. من جانبه استهجن المجلس الشعبي الوطني في بيان له ما حدث في ستراسبورغ مقر البرلمان الأوروبي، واعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري، مذكرا أن الجزائر تحترم كل المواثيق الدولية وتلتزم بها وترفض كل الأكاذيب والافتراءات التي تنسب لقوانينها، خاصة ما يتعلق بالحريات. وزارة الشؤون الخارجية وفي بيان لها أوضحت أن الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، وتعتبرها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية. من جانبه عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على استنكاره وتنديده الشديدين، مؤكدا أن ما جاء في اللائحة مبني على معطيات ومعلومات مغلوطة وعلى سوء نية. المركزية النقابية وعلى لسان أمينها العام دعت إلى وقف محاولات التحرش بالجزائر عبر عملاء مأجورين بالداخل والخارج. أما الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات فقد رفض بحزم وامتعاض شديدين محاولات التدخل الخارجي في شؤون الجزائر التي افتكت استقلالها بدماء الشهداء. كما أعرب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن رفضه لمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، مشددا على دعم الاتحاد لجهود المؤسسة العسكرية في مرافقة الشعب وحماية الوطن. وفي السياق نفسه جاء بيان المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين الداعي إلى الإقبال بقوة وفعالية على صناديق الاقتراع وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، منددا بمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. كما أعربت أكاديمية المجتمع المدني الجزائري في بيان لها عن رفضها المطلق لأي إملاءات أو دروس من أحد في مسائل الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدة وقوفها الثابت واللامشروط مع مؤسسات الدولة. من جهتها عبرت أكاديمية الشباب الجزائري عن استيائها من تدخل بعض النواب البرلمان الأوروبي المخالف للأعراف والنظم الدبلوماسية الدولية. على الصعيد الدولي شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني على احترام الاتحاد الأوروبي الكامل لسيادة واستقلال الجزائر البلد الجار وكذا الشريك السياسي والاقتصادي. هذا وأعلنت البنين طرد سفير الاتحاد الأوروبي لديها على خلفية ما اعتبرته تدخلا سياسيا في شؤونها الداخلية، ما أضر بالعلاقات الثنائية التي يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل. وفيما يلي، آراء ومواقف رافضة لمحاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر. نحن بصدد هذا العرس الديمقراطي في الذي يبين تضامن الشعب الجزائري مع جيشه، ما أزعج كثير من الدول بسبب الجزائر اليوم، الجزائر التي هي قوية وهي دولة محورية وخاصة تتصدر الشمال الإفريقي. الجزائر دولة قوية بشعبها بجيشها، وهي اليوم بصدد عرس ديمقراطي يوم 12/12، والشعب الجزائري في تضامن
داخلي ما بينه في كل ولايات الوطن. نحن ذو سيادة وفضل ولا نريد أي تدخل في الجزائر من أي شخص كان أو من أي بلد كان. انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية التي سطرتها الدول الجزائرية منذ استقلالها، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم انخراطها في مسائل ربما لا تخدم مصالحها، وأيضا إيمانا منها بعدم تدخل للدول الأخرى في شؤونها وفي المسائل التي ترتبط بمصير هذا الشعب. وبالتالي جميع النخب والمؤسسات ترفض رفضا قاطعا التدخل في الشؤون الداخلية، وإيمانا من أن مصير هذا الشعب تصنعه أيدي جزائرية ولا تصنعه أيدي خارجية. من هذا المنبر أود أن أوجه كلمتين لدول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي تعنى بالحديث في هذه الأيام عن الشأن الجزائري، فأقول ما يحدث في الجزائر خاصة ونحن على أعتاب استحقاق رئاسها، ما يحدث في الجزائر يعني في كل شؤونها فهو شأن داخلي جزائري محض يقرره الجزائريون بأيديهم ولا يمكن أحد أن يقرر في مكانهم. فهذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أيضا موجهة تحديدا للأوروبيين، فنقول لهم هناك انشغالات أوروبية، هناك قضايا حقوق الإنسان في أوروبا، هناك قضايا ما يسمى بالسترات الصفراء في فرنسا إلى آخره، فعليهم أن يلتفتوا إلى مشاكلهم. الجزائر من مبادئها في السياسة الخارجية فعلا هي أن لا تتدخل في شؤون الآخرين، فنحن نقول أيضا لا يتدخل أحد في شؤوننا. إحنا الأوروبيين ما نش مستعارفين بهم وما نش محتاجينهم كامل. إحنا دولتنا دولة جزائرية وجيشنا جيش جزائر وبلاد شهداء ونموتوا على بلادنا اليوم وغدوة. احنا الجزائر بلادنا عندها رجالها، ما نحبوش حتى واحد يمنع لينا. الجزائر لا تقبل المساومات، الجزائر فيها بلادها والشهداء ضحوا من أجل، والجيش كان واقف من أجل الحرية تاع البلاد، ما ضحاوش باه يجوا يتحكموا فينا. مليون ونص ضريبة غالية. وهذه مسيرة وتجمعات شعبية رافضة لمحاولة التدخل الأجنبي ومعبرة عن التفاف الشعب حول جيشه في كل من ولايات تيارة، أدرار وعين دفلة. ضد التدخل إخواننا. اليوم كاين الناس جيش الشعب قوة قوة، جيش الشعب قوة قوة، جيش الشعب قوة قوة، جيش الشعب قوة قوة، جيش الشعب قوة قوة. نخرجوا الناس اللي نبغوه، ما احنا ما نخلوش الناس اللي كرام يتربصوا ويطيقونا في الإشاعات ويقولوا لنا راهي مخلطة ما كاش منها. نحن المنظمات المكونة للشعب الجزائري لولاية عين دفلة نندد بقوة ونرفض التدخل الأجنبي في وطننا. عاشت الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اشتعنا راه واقف، وإحنا نتمنى الشعب الجزائري قاعد يروح للفوت ويخرج رئيس، والرئيس هو اللي يسير البلاد. الجزائر ما تعاودش تولي العصرية السوداء، وإحنا رانا مع قايد صالح ربي ينصره، وان شاء الله ربي ينصر الجيش تاعنا الحدود. وحنا رانا اليوم ندوز بقوه في الصناديق باش ننتخبوا، لازمنا ننتخبوا باش نخرجوا الجزائر من هذا المعزق اللي دخلونا فيه الاوروبيين. راهم باغيين ينوضوا فتنه في البلاد تاعنا، بصح حنا ما نخلوهمش ينوضوا هذه الفتنه. لازم نكفوا كاع كشعب واحد ويد واحده باش نخرجوا بلادنا من هذه الازمه اللي راهي فيها. الجزائر قويه بولادها، وحنا اذا اردنا التغيير لازم نروحوا للفوت. خويا نطلبوا من الشعب الجزائري يخرجوا بقوه، الجزائر في خاطر. حنا كمجموعه ولاد المنطقه فلاحين، حنا نساندوا القايد صالح في السراء والضراء من اجل الوطن، من اجل حمايه الوطن، وحنا مع انتخاب يوم 12 ديسمبر بقوة إن شاء الله. لك في المحن، لك في المحن لتعيش حرا، لتعيش حرا. شعب
ندعو كل العمال والعاملات للمشاركة القوية في انتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 لإنجاح هذا الاستحقاق الهام في بلادنا، وإلى عدم التنازل عن حقهم المشروع في الانتخاب، لأنها الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري. ونستنكر بشدة كل محاولات تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعتبر المشاركة القوية هي الرد المناسب الذي يجب أن يتلقاه دعاة التدخل الأجنبي في الداخل والخارج. الجزائر سيحدد مصيرها الانتخابات المقبلة، ونوجه ندائي إلى كل الجزائريين للمشاركة الفعالة، مع أنني أتمن مساعي قائد الأركان أحمد قايد على هذه الوقفة الذي وقف إلى جانب الحراك ووقف مع الجزائر، وهذا ليس بغريب على الجيش الوطني الجزائري. نحن مع الجزائر ومع الجيش الوطني الشعبي، ونوجه نداء للشعب الجزائري للمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة حتى نجنب الجزائر كوارثة هامة لا يمكن حصرها. كعضو من أعضاء الفروع النقابية، أدعو جميع النقابيين على مستوى التراب الوطني أن يكونوا مساهمين بالدرجة الأولى في إنجاح هذا الاحتفال الانتخابي، وهذا لدفع كل الأضرار الجانبية والخارجية المحيطة بالوطن. جيش شعب خوا خوا، جيش شعب خوا خوا، وطني 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 وطني، غالي الثمن غالي الثمن، روحي مالي روحي مالي، نفسي بدني نفسي بدني، وأنا الحامي وأنا الحامي، لك في المحن لك في المحن. نحن ندعم المؤسسة العسكرية في التوجه تاعها لحماية الوطن العزيز الغالي علينا هذا الذي ضحى عليه أجدادنا. أي واحد يتحرك حركة ما هيش مليحة نقتلو. بلادنا ضحينا عليها الأمس واليوم وغدوة، من هاد ولادنا يضحوا عليها وتضحنا يضحوا عليها. جزائر خط أحمر، ورانا مع الانتخابات يوم 12-12. تحية للجزائر والمجد والخلد وشهدائنا الأبرار. محاولة التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي للجزائر خطوات يائسة لكسر المسار الانتخابي وتطلعات الشعب الجزائري. طه بليدي. الآن حصحص الحق وظهرت النوايا، ولم يعد الصمت ممكنا أو الحياد محمودا أو حتى التنديد مجديا بهذه الرغبة الجامحة للاتحاد الأوروبي في التلاعب بسيادة بلد آمن. الآن لحظة للتوقف والوقوف ولإعادة النظر في الأهداف والمواقف وفي الحسابات في اللحظات الأولى لهذا التكالب على الوطن من خلال هذه الاستراتيجيات المريبة والمواربات النتنة التي تردفها اللوائح والتوجيهات والإملاءات الضمنية والعلنية. لا يمكن لأي أحد أن ينسى أو ينكر أن سمفونية دمار الأمم انطلقت من تلك الاجتماعات الأوركسترالية والإيقاعات التي كان يحفظها العازفون ويتقن نوطتها بروائح الموت. هنا في هذا المحفل الصدئ يتصاعد الإيقاع مدويا بوتيرة مستمرة، ولن يتوقف حتى آخر نفس وآخر قشة حطام محترقة. هكذا كان الأمر في سوريا الشقيقة وفي ليبيا والعراق واليمن، وهكذا ستكون المآلات موحشة في أي مكان كلما تاهت أهداف الوطن والمواطن في غياهب لعبة الأمم. هي مناورة مكشوفة تحركها ليس فقط الإرادة الأوروبية وحدها في ترتيباتها، وإنما تدفع بها أساسا قوة ظلامية هدفها التشويش على المسار الانتخابي الرئاسي الجاري إنجازه من قبل الجزائريين وتشييد هذا التطلع الحضاري وفق قواعد الانتخابات الديمقراطية الراقية. إن الوضع في هذا الوطن الآمن يسير وفق روح الدستور وقواعده وفي سياقات ما تقتضيه حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وبتفاصيلها الدقيقة. سيادة الجزائريين وعزتهم في وطنهم لا تقبل القسمة على أي عدد، فهي ثابتة شامخة في عليائها لا تعرف الانكسار. من بإمكانه أن يستعيد صوت الشارع في مسيرته اليومية المساندة للجيش وقيادته وفي دعمها ومباركتها لموعد 12 ديسمبر المقبل؟ فهل من مستمع وهل من مذكر؟
الجزائر شعبا ومؤسسات ستنظم انتخاباتها الرئاسية بكل ثبات كما أرادها المواطن، تلبية لمطالبه في أول الأمر وكمخرج يخشى المتربصون تحققه، ولن يجدي النعيق أبدا أمام هدير الإرادة الشعبية حينما قررت استعادة بوصلتها السياسية والحضارية بالانتخابات وأمنت مستقبلها الساطع بالثقة في سواعد نخبها وكفاءاتها الوطنية الصامدة. إلى ملف الرئاسيات، حيث تدرك اليوم الحملة الانتخابية يومها 13، أما عن نشاط اليوم 12 فيأتيكم مع العربي قجال. من وهران قال علي بن فليس إن التلاحم كبير بين الشعب والجيش الوطني الشعبي، يتضح ذلك في كل الأزمات التي مرت بها الجزائر من أجل إحباط كل المؤامرات التي تحاك ضدها وتثبيت الدولة الوطنية، وأن الحل يكمن في الانتخابات الرئاسية دون سواها، كما أكد أن الإصلاح الاقتصادي في برنامجه مشروط بإصلاح المناخ السياسي في إطار سوق اقتصادي اجتماعي يخدم الشعب بكل فئاته. أما من عين الدفلة فقد استهل عبد القادر بن قرينة كلامه برفض كل أشكال التدخل الأجنبي، وأن لنا في ذلك تجارب مع الدول التي تعيش اليوم أوضاعا أمنية خطيرة، كما استحسن أداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دورها في مراقبة العملية الانتخابية لحد الآن، وأثنى على مؤسسة الجيش في مرافقة الشعب للمطالبة بحقوقه المشروعة، داعيا إلى حماية الصناديق من التزوير. عبد المجيد تبون دعا من غردايا إلى ضرورة تسليم المشعل للشباب، متعهدا بالقضاء على أزمة السكن والبناء الفوضوي والهش، ومفندا ما أشيع من عدم ارتياحه لرجال الأعمال، لكن شريطة أن يكون منتجا خالقا لثروة ولمناصب الشغل ومؤديا واجباته الضريبية، كما أكد تشجيعه للبنوك الإسلامية ولتعميمها، وقال إن الجزائر شعبا وجيشا حصن حصين في وجه كل متربص بالبلاد. وفي قلمة والطارف دعا عز الدين مهوبي في تجمعين شعبيين إلى الاستلهام من تاريخ أبطال الولايتين، وأكد أن سيادة الجزائر المسقية بدماء شهداء خط أحمر، لأن عقيدة الدولة الجزائرية تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، كما تعهد عز الدين مهوبي بالقضاء على أمراض البيروقراطية، مؤكدا أن مخططات اقتصادية سيتم تفعيلها لتنمية الولايات التي تم تهميشها. عبد العزيز بلعيد من الجلفة قال إن الولاية تمثل قلب الجزائر بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، وأنها الأولى في الأراضي الرعوية التي منحت بعقود امتياز فتحولت إلى أراضي محروثة لا فائدة منها، وهي تحتاج إلى عناية كبيرة، وتعهد بجعل الولاية قاطرة للاقتصاد الوطني بإشراك المؤسسات العلمية الجزائرية، داعيا إلى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر القادم. هذا ويعقد الجزائريون آمالا كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يعتبرها بمثابة المخرج الوحيد الذي يحمي البلاد من أي انزلاق. جويدة بادر. مرحلة مفصلية وحاسمة تكتب الجزائر تفاصيلها بدعم شعبي تواق للتغيير نحو الأحسن، والقطيعة مع فترة أدخلت البلاد في أزمة متشابكة وسط محيط إقليمي ملتهب وتغيرات جيوستراتيجية بالمنطقة المغاربية والساحل الصحراوي وما أفرزته من تحديات أمنية. هناك مطيات تحولات في النشاط الأمني في حدودنا الجنوبية، لذلك حكمة سيادة السيد فريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة جدا، سترتب عنها انعكاسات أمنية اقتصادية وجيوستراتيجية. نحن لا ننسى أن هناك ترتيبات بالمنطقة خاصة في الملف الليبي، وشفنا كيف ألمانيا دعت إلى كل الفاعلين واستثنت الجزائر، وهذا ليس وليد الصدفة لكن والد هذا الحالة الترهل السياسي. لذلك نحن بأمس حاجة للذهاب لانتخابات رئاسية من أجل أن يكون رئيس دولة من يرافع عن الجزائر في المحافل الدولية.
هذه الأخطار المحدقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى رص الصف وتعزيز الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية ودعم الجهود الجبارة التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ومرافقة الشعب ومطالبه المشروعة وتجسيدها عبر المسار الانتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل. الحديث أولا على موقف الجيش الوطني الشعبي الذي كان إلى جانب إرادة الشعب الجزائري وتعهده بمرافقة إرادة الشعب الجزائري نحو بر الأمان. من ناحية ثانية كذلك الحديث على ضرورة تبني النهج الدستوري في إطار حل الأزمة من خلال إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد رئيس جمهورية يمكن له أن يتحاور مع الشعب الجزائري وأن يجسد إرادة الشعب الجزائري. هذا كذلك يفوت الفرص على من يريد أن يثير مشروع الفتنة. تحديات في صلب الوعي الشعبي الذي صنع صورا لافتة في الالتفاف حول وطنه والمؤسسة العسكرية وقيادتها الرشيدة. ختام أخبارنا، بقي لنا التذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يدعو إلى توسيع عضوية الدول الإفريقية وتكثيف التعاون البيني في رسالة إلى المشاركين في القمة الخامسة لمنتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز بمالابو. الفريق أحمد جايد صالح يذكر بدور الجيش الوطني الشعبي في إبطال المخطط الدنيء الذي كان يستهدف الجزائر ويشيد بإدراك الشعب الجزائري لخطورة مثل هذه المخططات الخبيثة وأبعادها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري. رفض قاطع وردود فعل وطنية ودولية قوية وتنديد واسع بالأجندات الخارجية التي تحاك ضد الجزائر عبر التدخل في الشؤون الداخلية. ومع تواصل الحملة الانتخابية للرئاسيات 12 ديسمبر تنديد واسع بمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ودعوة مثمنة للمسار الانتخابي ومساندة لدور المؤسسة العسكرية. في ختام أخبارنا نشكر لكم كرم المتابعة دائما لتواصل معنا. عناويننا الإلكترونية ظاهرة في خدمتكم دائما. شكرا لكم وإلى اللقاء.